بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرة 22، سنكمل الحديث عن الثورة الفلسطينية الكبرى. تحدثنا عن مقدمات الثورة الفلسطينية الكبرى في المحاضرة السابقة وأسبابها وكل ما أسمها سواء مباشرة أو غير مباشرة والأطراف المشاركة فيها. سنتحدث اليوم عن مراحل الثورة الفلسطينية الكبرى. المرحلة الأولى من نيسان إلى تشرين أول 36 تحديدا، من 20/4 يوم الإضراب العام، الإضراب الشامل الذي انتظمت فيه كل المدن الفلسطينية وكل المناطق، إلى 12/1936. هان طبعا تواصلت السياسة البريطانية الغاشمة والعدوان الصهيوني لم يتوقف، وبدأت أعمال المقاومة. في 15/4 قتل الثوار يهوديا على طريق نابلس طول كرم، واستشهد 3 من القرويين الفلسطينيين في يافا على يد الصهاينة. في 17/4 حدث اشتباكات فقتل 7 صهاينة واستشهد عربيان. بتاريخ 20/4 حدثت مظاهرة في يافا تصدت لها الشرطة فقتل شرطيين وقتل 5 من اليهود على يد العرب. وهنا أعلن الاحتلال حالة الطوارئ، أعلن الاحتلال. يعني هذا الأسبوع أو الخمس أيام من 15/4 إلى 20/4 كان حافلا بالأحداث، عمليات فدائية فلسطينية ومظاهرة فلسطينية في 20/4 واشتباكات مسلحة بين الثوار الفلسطينيين وبين الصهاينة. وكانت الكفة راجحة لمصلحة مين؟ مصلحة الثوار الفلسطينيين. في كل مرحلة من المراحل التي أخذ فيها الشعب الفلسطيني زمام المبادرة، أخذ زمام قضيته بإيده، استطاع أن يسجل نقاط لصالحه في المعركة الممتدة ضد الاحتلال. لكن عندما كانت تتدخل قوى تزعم أنها تريد مساعدة الشعب الفلسطيني، بالذات القوى الرسمية، كان يحدث التراجع. طبعا عندما كان يأتي المتطوعون العرب، هذا كان يعطي إضافة نوعية جديدة لقوى المقاومة الفلسطينية. لكن عندما كانت تتدخل الجهات الرسمية، للأسف الشديد كان هنالك يعني يحدث العكس. فرضت بريطانيا حالة الطوارئ، فرد الشعب الفلسطيني ممثلا باللجان القومية بإعلان الإضراب، إضراب عام بدأ من نابلس وتدحرج إلى أن شمل كل المدن والقرى والنواحي الفلسطينية. بتاريخ 25/4/36 اجتمع ممثلون عن الأحزاب واللجان القومية والعلماء والوجهاء، وأعلن عن تشكيل اللجنة العربية العليا. وقامت هذه اللجنة بقيادة فعاليات الإضراب والثورة. لاحظوا أن الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة أشعل الثورة وبشكل شامل في كل أنحاء فلسطين دون أن تكون له قيادة. كثير بيصورونا أنه بيصوروا أنه لو راحت قيادة وكأنه سيصبح الشعب الفلسطيني يتيما لا أبا له. لكن الحقيقة أن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال تحتاج في بعض الفترات إلى أن تكون مقاومتها بلا رأس. ليش؟ لماذا؟ لأنه عندما يكون هنالك رأس من السهل الضغط عليه، من السهل الضغط عليه. لكن عندما لا يعرف من هو رأس هذه المقاومة، يتحرك الفدائيون بسهولة ويسر ويتمكنوا من تحقيق إنجازات. هذول الفترتين، الفترة من 34 إلى 36، 34 اللي انحلت فيها اللجنة التنفيذية سنة 34 عندما مات موسى كاظم الحسيني، لغاية عام 1936 حدثت في تاريخ الشعب الفلسطيني أحداث رائعة جدا جدا جدا. كان الحراك الشعبي الفدائي المقاوم هو الذي كان يدفع الحياة، هو الذي كان تعبير صادق وحقيقي عن حركة التاريخ
الفلسطيني في تلك المرحلة. شكلت اللجنة العربية العليا من هؤلاء المجتمعين برئاسة المفتي الحاج أمين الحسيني، وطالبت بوقف الهجرة، لكن حكومة الاحتلال أصدرت شهادة هجرة جديدة قدمتها للوكالة اليهودية لإحضار أعداد كبيرة. بدكم توقفوا الهجرة؟ طب هاي إحنا عطينا، جيب يا وكالة يهودية مزيد من المهاجرين اليهود. يعني الاحتلال البريطاني كان متعسفا إلى حد كبير، فقرر القادة الفلسطينيون إعلان الثورة المسلحة. وتنفيذا لهذا الأمر أعلن جيش الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني في مطلع أيار 36 عن بداية الثورة على الأعداء، وخرج الجيش أو بعض فصائله إلى الجبال والريف، وشرعوا يهاجمون سكنات الجيش ومخافر الشرطة والمستعمرات الصهيونية، ويدمرون طرق المواصلات، ويهاجمون قوافل الأعداء وتجمعاتهم. يعني الآن في قيادة اسمها اللجنة العربية العليا قدمت مطلب، رفضت بريطانيا، عاكس مطلب الوقف الهجرة، منحت مزيد من أذون وتراخيص الهجرة، فكان الرد بالثورة المسلحة. أول الفعاليات كانت كلها سلمية، واستمرت الفعاليات السلمية وعلى رأسها الإضراب، لكن بدأت بالكفاح المسلح. شوفوا أنتم لما يكون قيادة معلنة، قيادة علنية تحت الاحتلال، لا شك أن هذه القيادة ستتعرض لملاحقات ومضايقات واعتقالات وإبعاد، وبعضهم أبعد والبعض الآخر يعني هرب خارج البلد، لأنه ليس سهلا على قيادة علنية أن تقود ثورة في ظل احتلال غاشم، في ظل احتلال غاشم. بدأت الثورة المسلحة في يافا، ثم امتدت إلى بقية المدن الفلسطينية، وتناقل الناس أخبار بطولات المجاهدين، فارتفعت المعنويات وتضاعفت الاستعدادات للبذل والتضحية، والتحق الكثيرون بالمجاهدين، وأصبح العمل المسلح شعبيا ولم يعد مقتصرا على المنتظمين في تشكيلاته. أعتقد أن احنا جميعا عشنا لحظة تناقل أخبار بطولات المقاومة والمجاهدين، صح؟ عشنا هذه اللحظات ورأينا كيف ترفع معنويات الناس وتزيد من يعني استعدادهم لتشكيل حاضنة أكبر وداعمة أكثر للمقاومة. وعشان هيك يمكن بيجري إعاقة الإعمار لأجل يعني تأديب الشعب، معاقبة الشعب الفلسطيني على هذا الموقف الذي وقفه. لكن وفي كل الأحوال عندما تظهر بطولات الثوار ترتفع معنويات الناس ويزداد استعدادهم للتضحية والبذل والعطاء والفداء. هذا حدث في الماضي ورأيناه بأم أعيننا في المرحلة الأخيرة من مراحل المقاومة. ثم طرأ تطور في ميدان المقاومة بدخول فوزي القوقجي مجموعة من قوات المتطوعين العرب بقيادة فوزي القوقجي، هو لبناني لكنه كان يخدم في الجيش العراقي، دخلوا لمنطقة المثلث في المنطقة الواقعة شمال جنين، وكذلك بتدفق المتطوعين من الأردن وسوريا ولبنان على فلسطين. وقد تأثر الشعب كثيرا بهذه التطورات، وتضاعفت حماسته ودعم الثوار ومعاركهم في شتى أنحاء فلسطين. شوف عندما يفتح للشباب العربي والشباب المسلم ولكل أحرار الدنيا، عندما يفتح لهم أبواب عمل الخير، أبواب الجهاد، أبواب مقاومة الظلم والاحتلال، تجدهم يتدفقون من كل حدب وصوب. هذا شفناه عندما يعني احتل الأمريكان العراق عام 2003، ذهب الشباب من كل أنحاء الدنيا. وهنا في فلسطين لو أتيحت الفرصة للشباب أن يصلوا إلى فلسطين من أجل أن يقاتلوا، سيتدفقوا أيضا كما تدفقوا في 36 وكما تدفقوا في عام 1948، لتدفقوا بأعداد كبيرة من أجل أن يقاتلوا ضد الاحتلال وضد الظلم. كان الإنجليز والصهاينة يعتقدون في بادئ الأمر
أن الإضراب العام لم يستمر طويلا، وأن الثورة ليست سوى ثورة آنية لا تلبث أن تخبو. قال لك مش هيطولوا، ما سبق لهم كانوا بيقعدوا 5 أيام وبيقعدوا 10 أيام وبيقعدوا 2 أسبوع وبعد ذلك ينتهي كل شيء وكأن شيئا لم يكن. فلما تبين لهم عكس ذلك، عكس ما كانوا يعتقدون، ارتكبوا أبشع المظالم من أعمال القتل والإجرام والإرهاب والقهر ضد، شوفوا، من أجل كسر الإضراب وقمع الثورة ارتكب البريطانيون كل ما يمكن أن تتخيلوا، كل ما يمكن، هدم بيوت، تدمير أحياء. البلدة القديمة في يافا تم تدميرها بالكامل في هذه الثورة على الاحتلال البريطاني، تدمير أحياء، إعدامات بالجملة، إعدام عشرات مرة واحدة، إعدام عشرات مرة واحدة. طبعا السجن هذا أمر عادي وطبيعي، قتل في الشوارع، كل ما تتخيلوا ممكن، حظر تجول، كل ما يمكن أن تتخيلوا قام به الاحتلال البريطاني، لكنه لم يستطع أن يقهر إرادة الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني فعلا شعب جبار، كل التجربة أثبتت أنه بالقوة ما فيش مجال أن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني. لذلك دائما يدحرج الشعب الفلسطيني ناحية إيش؟ المفاوضات وناحية السياسة، بتبدأ المماطلات وبيبدأ يعني التسويف إلى أن يمل الناس وتضيع الكثير من الحقوق. لذلك في تجارب شعوب الدنيا كلها التي استطاعت أن تحقق بالمفاوضات نتائج إيجابية، كان المفاوض يجلس على الطاولة والمقاتل في الميدان يقاتل، لأن المفاوضات مش بس على الطاولة، لا، على الطاولة وفي الميدان أيضا. المعارك هي جزء من المفاوضات، المعارك هي جزء من المفاوضات. لكن الجهاد تواصل رغم النسف والقتل والتدمير، وكان من أبشع ما قام به الاحتلال نسفه بلدة يافا القديمة. ولمناسبة مرور 100 يوم على إعلان الإضراب العام الذي كان قد بلغ أوج قوته، وقعت في جميع أنحاء فلسطين معارك طوال هذا اليوم. وفي الوقت نفسه اتسعت أعمال المجموعات السرية داخل المدن وأخذت تغتال ضباط الجيش والشرطة والجواسيس والسماسرة. يعني العمل كان في الجبال كمائن وخطوط خلفية للاحتماء، وفي داخل المدن أيضا مجموعات صغيرة تقوم باستهداف يعني موظفي الاحتلال البريطاني، بالذات ضباط الجيش ومعاونيهم من الجواسيس المحليين والسماسرة. في هذه المناسبة خرجت النساء في شتى مدن فلسطين في مظاهرات صاخبة ضد الإنجليز. دائما النساء حاضرات ولا لا؟ صح؟ دائما النساء حاضرات. ووقعت اصطدامات دموية بين القوات البريطانية والنساء الفلسطينيات. ويعني دور المرأة الفلسطينية على مدار التاريخ الفلسطيني كان موجود وكان حاضر ومستمر، في سواء في الصفوف الأمامية أو في الصفوف يعني الخلفية من عمليات المقاومة. يمكن انتفاضة الأقصى شهدت مجموعة من الاستشهاديات، يعني اللي ريم رياشي من غزة من هان، في وفاء إدريس، ومجموعة أيضا من الاستشهاديات يعني الفلسطينيات الذين قاموا بهذه الأعمال. وقد أخضت مضاجع الإنجليز والصهاينة هذه الحوادث وجعلتهم في حالة من الذعر وفي خشية من أن يتمكن الثوار من احتلال بعض المدن والقرى الكبيرة بعد أن فقدت سلطات الاحتلال البريطاني أي سيطرة. شوف الاحتلال، الثوار تقريبا في أغلب مراحل الثورة سيطروا على أغلب الأرياف والصحاري، الأرياف والبوادي كان الاحتلال مش موجود فيهم، وكانوا يضغطوا على المدن. في بعض مراحل الثورة سيطر الثوار على مدن بالكامل، ولم يستطع الاحتلال البريطاني أن يستعيد هذه المدن، أن يعيد احتلال هذه المدن إلا بعد أن
استدعى قوات من خارج فلسطين، بعض القوات الموجودة في قناة السويس، الموجودة في جزر البحر الأبيض المتوسط، قوات موجودة في العراق، لكي يعيد احتلال المدن التي سيطر على حررها المجاهدون وسيطروا عليها. وفي كل مرحلة كان الاحتلال يفعل قوانين الطوارئ بوحشية وقسوة كثير كبيرة. وأدركت الحكومة البريطانية عجزها عن وقف الثورة وإنهاء الإضرار. طيب استخدمنا كل اللي بدنا إياه ما قدرناش، إيش نعمل؟ بدهم يروحوا للسياسة، ولم يعملوا ولا يهمكم، بدنا نبعث لجنة. وصاروا يتواصلوا مع كل من استطاعوا أن يتواصلوا معه، ما ضبطتش الأمور معهم. فرجعت إلى خطة المراوغة والتضليل، وأطلقت وعود بإرسال لجنة تحقيق ووضع التوصيات لإيجاد حلول عادلة، ووصلت بعض القادة العرب لإقناع الفلسطينيين بوقف الثورة. لكن الشعب أبدى إصرارا كبيرا على الاستمرار في الثورة حتى تحقيق المطالب الفلسطينية. عندما أيقنت الحكومة البريطانية أن الفلسطينيين لن يلينوا، عينت قائدا عسكريا جديدا جنرال ديل، وأطلقت يده دون قيد أو شرط، وأحضر معه إلى فلسطين قوات عسكرية ضخمة نقلت برا وبحرا وجوا من بريطانيا ومالطا وقبرص وقناة السويس والعراق. وبلغ عدد القوات البريطانية في منتصف آب 70,000 ضابط وجندي هذا الجيش، و40,000 شرطي. ووضع الصهاينة قوات الهجناء تحت تصرف الاحتلال البريطاني. ما قام به الشعب الفلسطيني عمل بطولي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ولو كان في سند حقيقي وظهير حقيقي لهذا الشعب لنجح في اقتلاع الاحتلال ولصد الغزوة الصهيونية. ولو أنه ما قام به الشعب الفلسطيني، أنا أكرر ربما قلت في محاضرة سابقة، لو أنه ما قام به الشعب الفلسطيني كان في أي منطقة أخرى من العالم غير فلسطين لتحررت بهذه الجهود التي قام بها الشعب الفلسطيني. لكن قدرنا أن نعيش في أرض هي موضع اهتمام العالم كله، هي موضع اهتمام، نعيش في أرض قرار الغرب الظالم الذي يمتلك القوة في هذا العصر موحدا أن يغرس الحركة الصهيونية في قلب هذه الأرض في أحشاء هذه الأمة. صمد الفلسطينيون في وجه هذه القوة الضخمة، وانتصروا في المعارك التي خاضوها ضد قوات الجنرال ديل، واستولوا على مساحات أخرى من الريف والبادية. وعندئذ سحبت بريطانيا الجنرال ديل وعينت بدلا منه الجنرال ويفل، وكان مصير الأخير ذات الفشل. طب إيش نعمل؟ وعينت قائدا جديدا بعد هيك الجنرال ريتشي، وأرسلت إمدادات جديدة ولكن دون جدوى. وأحضرت بريطانيا قائدا عسكريا يدعى الجنرال ماكميلان، لكن هذه الأعمال والجهود ذهبت. شوف كم مرة غيروا، بديش تحفظوا كل الأسماء، فقط بس حتى ندرك يعني حجم الحيرة والارتباك والعجز عن قمع الثورة. طبعا هم فيش عجز عن الظلم والقتل، كل يوم بيقتلوا ناس، كل يوم بيدمروا بيوت، كل يوم بيعتقلوا ناس، لكن رغم ذلك هم غير قادرين على تحقيق الأهداف. لكن هذه الأعمال ذهبت أدراج الرياح، وبقيت الثورة مشتعلة الأوار طوال شهري آب وأيلول سنة 1936. نحكي عن شهر أربعة آخر أربعة من 24، شهر خمسة، شهر ستة، شهر سبعة، نحكي عن شهر 8 و9، والثورة مشتعلة بشكل كبير جدا، وبريطانيا بتقوم بكل هذه التغييرات من أجل أن تتمكن. يعني نحن أبناء شعب يحق لنا أن نفخر به، لم يقصر الناس، لم يقصروا، قاموا بكل ما استطاعوا رغم الإمكانيات البسيطة، إحنا هذه دولة عظمى من أقوى دول العالم في ذلك الوقت، وشعبنا في ثورة 29 قلنا خرج لكي يحمل أقصى بإيش؟ بالعصي والهروات، ما عندوش إشي. اللي جمع بالكاد بصعوبة، فيش دولة تدعمه، فيش حد ينفق على مقاومته، من اللحم الحي كانوا ينفقوا على مقاومتهم، وبعض الجهود يعني العربية التي آزرت ودعمت، وبقي يقاتل دون مهادنة أو ضعف.
حيال الفشل المتواصل لقيت لما نقرا رسالة، عمركم قرتوها رسالة العرب القادة العرب؟ مرت عليكم قبل هيك؟ نقرا رسالة القادة العرب للشعب الفلسطيني، وأنا بدنا نقول تعليق هان، بدنا نقول تعليق. حيال الفشل المتواصل الذي حاق بجميع الجهود والإجراءات القمعية التي اتخذها الاحتلال لإخماد الثورة، لجأت بريطانيا إلى مين؟ إلى ملوك العرب وأمرائهم. طالبوهم التوسط لدى اللجنة العربية، ووعدت بريطانيا أنها ستعمل على إنصاف العرب. إحنا مشكلتنا إنه أساساً هو احتلال فلسطين موجود لإضعاف الأمة. فلسطين منطقة صغيرة، منطقة صغيرة، عدد سكانها قليل، حتى قبل التهجير اللي حصل عدد سكانها قليل، عمقها الجغرافي بسيط، فهي دائما بحاجة تاريخيا دائما بحاجة إلى من يسندها من الخارج. فنضالنا ومقاومتنا مرتبطة بحال أمتنا. في حديثين للرسول صلى الله عليه وسلم بيوضحوا حقيقة ارتباط فلسطين بما حولها، بمن حولها من المسلمين ومن العرب في نضال. الحديث الأول اللي بيقول الرسول فيه عليه الصلاة والسلام لا خير فيكم، بيقول الأمة كلها لا خير فيكم إذا فسد أهل الشام، وكأنه يعني مسؤولية صلاح البلد مسؤولية الأمة كلها، وكمان إذا بيكونوا أهل هذه البلد كويسين وحالهم منيح فهم زي المراية اللي بتعكس حال الأمة. إذا وضع فلسطين بخير الأمة بخير، إذا وضع فلسطين مش بخير الأمة مش بخير. كمان حديث النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه عندما قال له يا معاذ ستفتح عليكم الشام من العريش إلى الفرات، رجالها ونساؤها وإماؤها في رباط إلى يوم القيامة، فمن اختار منكم ساحلا من سواحل الشام فهو في جهاد إلى يوم القيامة. إيش معنى هذا الحديث؟ كأنه بده يقول للمسلمين ستفتح فلسطين، هذا كلام ما عليهوش نقاش، ستفتح فلسطين ما فيش مشكلة، فيش نقاش. المشكلة مش هالمشكلة، وين يا رسول الله؟ يقول لك أن تحافظوا عليها بعد هيك، استبقى موضعا للنزاع، مكان للنزاع، مجال للنزاع وللصراع، عشان هيك الأمة كلها تكون اللي فيها مرابطين واللي من برا بدهم يدركوا انه عليهم دور جهادي في خدمة هذه البلد. لما بيكونوا بيقوموا بدور الجهادي تتحرر فلسطين بسرعة، لكن المشكلة إذا قام بعضهم بأدوار أخرى. هان ووعدت بريطانيا تستعمل على إنصاف العرب، فتدخل الملوك وأرسلوا رسالة إلى رئيس اللجنة العربية العليا لفك الإضراب وإنهاء أعمال العنف، وهذا نص الرسالة. حضرت رئيس اللجنة العربية العليا إلى أبنائنا عرب فلسطين، لقد تألمنا كثيرا للحالة السائدة في فلسطين، مش للظلم الواقع على أبناء الشعب الفلسطيني، للحالة السائدة، ناس محايدين يعني ما. فنحن بالاتفاق مع إخواننا ملوك العرب والأمير عبد الله ندعوكم للإخلاد إلى السكينة حقنا للدماء. شايفين قلبهم على إيش؟ على دمنا حقنا للدماء. طب ليش نخلد للسكينة معتمدين على حسن نوايا صديقتنا بريطانيا؟ معتمدين على حسن نوايا صديقتنا بريطانيا، حسن نوايا صديقتنا أمريكا، ويمكن هلقيت حسن نوايا صديقتنا إسرائيل ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل، وثقوا بأننا سنواصل السعي في سبيل مساعدتكم. وثقنا نعم من الملوك العرب للجنة العربية العليا، وأذيعت على الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت، والناس أخلدت إلى الراحة للأسف الشديد في ذلك الوقت. طب ليش الناس أخلدت إلى الراحة؟ عشان قلنا في محاضرة سابقة أيضا إنه تعبوا الناس، يعني 6 شهور من العمل البطولي الاستشهادي يقاتلوا باللحم الحي
طب إجا موسم الزيتون وإجا موسم الحمضيات وإجا واقتصاد الزراعة الزراعي فلسطين جزء كبير منه موسمي، جزء كبير منه موسمي. إذا كان الناس ما اشتغلوش كيف سيمولوا؟ لذلك أنا أقول الدرس الأساسي الذي يجب أن نستخلصه كفلسطينيين إنه إحنا يجب ألا نصبر طويلا، مش لازم نستنى كثير حتى يطفح الكيل، وعندما نقاوم مش لازم نضل نجري أو نقطع نفسنا وإحنا بنقاوم، لابد أن يكون هنالك سلوك معتدل، ما نستناش كثير. إضافة إلى إنه كمان عندما نقاوم نقاوم بإيقاع نستطيع أن نحتمل أعباءه، لأنه هذا كله الأسرة اللي بيستشهد منها شباب، الناس اللي بيتهم بيتهدم، الأموال اللي بتنفق أيضا، يعني الثورة بحاجة إلى أموال أخرى يتم تتم جبايتها من أجل تمويل الثورة، بتحكي عن سلاح يعني مش فقط جهد متطوع. والله لو هو لو القتال ضل عقد الواحد يحمل عصاته ولا يحمل سيف ويطلع المسألة سهلة، لكن القتال أصبح مكلف بشكل كبير وكبير جدا. وثقنا واعتمدنا على حسن النوايا وضايلين بنعتمد ولا لا؟ ونزل الفلسطينيون عند نداء الزعماء العرب وأوقفوا الإضراب والثورة في 13/10، وعادت الحياة إلى مجاريها، وعاد القوقجي وقواته إلى العراق عبر أراضي شرق الأردن. عاد هان الثوار بيبدوا إيش؟ يروحوا ويقعدوا في دورهم، وحقهم طبعا تعبوا كثير، بس المشكلة وين؟ إنه الصهاينة بضلوا يشتغلوا والبريطانيين كل الدنيا بضل تشتغل وإحنا ناخد إجازة. هذه أيضا من عيوبنا، هذه من عيوبنا التي يجب الوقت لمن يوظفه، الوقت لمن يستغله، اللي بيقدر يتقدم هو اللي بيستغل الوقت وبيستفيد منه. ورجع المتطوعون العرب إلى ديارهم، أما المجاهدون فقد عادوا إلى الفلسطينيون فقد عادوا إلى مدنهم وقراهم. كبار قادة الثورة أمثال عبد القادر الحسيني، عبد الرحيم الحاج محمد، هؤلاء غادروا إلى خارج البلاد خشية من غدر الإنجليز، وتم إخفاء الأسلحة في مناطق أعدت خصيصا لهذا الغرض. المرحلة الثانية، طبعا الاحتلال البريطاني كل ما قام به من يعني الوعد اللي أطلقه بدنا نعمل لجنة تحقيق وإنه إحنا بدنا نحقق العدل وإلى آخره، كله كذب كله كذب كله كذب. هم فقط يريدوا للثورة أن تهدأ، يريدوا أن يعني أن يكسر وحدة الناس، والناس عندما يكونوا موحدين خلف الثورة تبقى الثورة مستمرة ومشتعلة. أراد أن يكسروا إرادة الناس، يكسروا وحدة الناس. قال لك بنعرض عليهم بعض المقترحات، فبدوا يشتغلوا، لكن كان واضح أنه خطهم باتجاه يعني مساعدة الحركة الصهيونية. بس بدنا نلاحظ الآن اللجنة اللي بدها تيجي بدها تشتغل بدها تغير رأيها. احنا اول قلنا لجنة بالين وهايكرافت مع بعض قالوا الناس يأسوا من وعود بريطانيا بتحقيق مطالبهم، اضافة لانهم يخشون على ضياع اراضيهم ومستقبلهم على هذه البلاد، يعني خايفين من حاجة لم تتحقق. في 29 لجنة شو سامسون ايش قالوا؟ قالوا انه الناس اتضررت كثير ولم تعد سياسة بريطانيا لم تعد مقنعة لأحد، على بريطانيا أن تعيد النظر في سياستها، أن تعيد النظر في سياستها. هان إذا هذا الجهد المقاوم البطولي بريطانيا توصلت، اللجنة اللي تعينت لجنة بيل توصلت إلى قناعة جديدة إنه وعد بلفور بتحويل فلسطين كلها لدولة لليهود مش ممكن. طب إيش اللي ممكن؟ تقسيم فلسطين، تقسيم فلسطين. يعني في الأول كانوا ماشيين على سياستهم الأولى صك الانتداب، تطبيق وعد بلفور وتطبيق صك الانتداب. هان بيل قالهم لا، التقسيم مش هتقدروا، العرب لن تستطيع تجاهلهم. هذا مش معناه أنه اعترفوا بحقنا كعرب
وكفلسطينيين بهذه البلاد. لا، برضو الدولة اللي بدهم يعطوها إلنا تابعة للأردن، مش دولة فلسطينية مستقلة، دولة تابعة للأردن وليست دولة فلسطينية مستقلة. نشوف أحداث المرحلة الثانية. طغى على هذه المرحلة في أشهرها الأولى طابع الصراع السياسي بين الفلسطينيين وأعدائهم، ثم تطورت الأوضاع في تموز 1937، ووقع من الحوادث ما أدى إلى استئناف الثورة في شهر تشرين الأول، يعني شهر 10 1937، وفيما يلي موجز الأحداث والتطورات التي برزت في المرحلة الثانية من الثورة. بعد وقف الثورة وفك الإضراب، انصرف الفلسطينيون إلى الحياة العادية، وانطلقوا يحاولون ترميم أوضاعهم الاقتصادية، في حين لجأت القيادة السياسية إلى الحفاظ على الوحدة وتوعية الشعب ضد أي تقلبات سياسية أو مؤامرة جديدة. وفي الوقت نفسه انطلقت اللجنة العربية العليا تعد العدة للدفاع عن قضية فلسطين ومطلب أهلها أمام اللجنة الملكية البريطانية للتحقيق، اللي هي لجنة بيل. أنهت اللجنة الملكية أعمالها في كانون ثاني، يعني في شهر 1 1937. وفي حزيران 1937 أشارت الأنباء إلى أن اللجنة الملكية ستوصي بتقسيم فلسطين. يعني بدأت تطلع تسريبات إنه الحل المطروح من اللجنة تقسيم فلسطين، تقسيم فلسطين. فأذاعت اللجنة العربية العليا لفلسطين بيانا على الشعب أكدت فيه رفضها للتقسيم ودعته للمقاومة. وفي شهر تموز 37 عمت فلسطين مظاهرات صاخبة ضد التقسيم، ووقعت صدمات دامية بين العرب والأعداء في نابلس ويافا. يعني احنا بنحكي عن شهر 10 1937، توقفت الثورة، توقف الإضراب والثورة، والناس رجعوا لحياتهم العادية. في شهر 6 طلع تسريب انه في تقسيم. شهر 7 صار في مظاهرات، طبعا في قمع شديد من قبل الاحتلال. الصهاينة قاموا خلال شهري آذار ونيسان بسلسلة من الأعمال الإرهابية الإجرامية ضد بعض القرى العربية، فرد عليهم العرب فورا وأجبروهم على الإقلاع عن اعتداءاتهم. وفسر العرب هذه الأعمال الصهيونية الإرهابية بأنها جرت بتوجيه من بريطانيا. شوفوا الآن الناس صاروا فاهمين أن بريطانيا هي الأساس، والتهمة موجهة لبريطانيا أكثر حتى كمان من الصهاينة وإرهابهم ودفعهم إلى القبول بقرار التقسيم عند صدوره. بعد نشر توصيات لجنة بيل القاضية بتقسيم فلسطين، عقدت اللجنة العربية العليا اجتماع، واشترك فيه ممثلون عن اللجان القومية، تقرر فيه إعلان رفض التقسيم والسياسة ورفض السياسة البريطانية الجديدة. وأذاع رئيس اللجنة بيان على الشعب يدعوه فيه للتمسك بالمطالب الوطنية ومقاومة التقسيم بعناد حتى يقضى عليه. يعني في إصرار على إنه التقسيم مرفوض، فلسطين كلها إلنا، لكن بريطانيا ماشية في خطها وبدها تقسم فلسطين. وعينت قائد بريطاني اسمه أندروس حاكم لواء الجليل لكي يطبق التقسيم. طبعا ليش لواء الجليل؟ لأنه الجليل جزء كبير منه تم تخصيصه للدولة اليهودية، جزء كبير منه. فقالوا له اشتغل، أطلقت إيديه يشتغل. فقام الثوار الفلسطينيون بإيش؟ بقتل هذا الضابط. قام الثوار الفلسطينيون بقتل هذا الضابط. وطبعا أصبح الأمين الحسيني يعني موضع نقمة الأعداء، واتهموه بالمسؤولية عن كل ما يجري، وقرروا إبعاده إلى جزيرة موريشوس في المحيط الهندي. لكن المفتي غادر مقر دار الفتوى قبل مجيء قوات الاحتلال وذهب إلى المسجد الأقصى. بعثت اللجنة العربية عدة وفود، محاولات، لكن هذه المحاولات لم يعني توقف العدوان البريطاني والغزو الصهيوني، وأيضا يعني لم تكفي لإبقاء الثورة خامدة. بالعكس،
يعني كان قيادة الثورة واثقين بأن الأعداء لن يتخلوا عن سياستهم ولن يرجعوا عن مؤامراتهم، وكانت مقتنعة بأنه لا مناص من استئناف الثورة لإجبار بريطانيا على تلبية مطالب العرب، وانطلقت تعمل لذلك بسرية وكتمان. عمل المسؤولون خلال المرحلة الثانية من الثورة على إعادة تنظيم المجاهدين وتدريبهم ومدهم بالعتاد والسلاح، تنظيم جباية مستقرة لدعم الجهاد، وعملوا على إعادة تشكيل اللجان الوطنية في البلاد العربية لجمع المال. يعني كانت قيادة الثورة أيضا في الأول الناس رجعوا لحياتهم الطبيعية، لكن قيادة الثورة بعد فترة من الزمن واصلت التدريب، واصلت التسليح، واصلت جباية المال والعمل في الخارج، العمل في الخارج من أجل حشد الجهود والطاقات لخدمة الثورة الفلسطينية التي تأكد قادة الثورة بأنها ستندلع من جديد، لأن الاحتلال لن يتوقف عن ظلمه. وفي ناس بعتوهم يتدربوا في العراق وفي ألمانيا، وأخذوا دورات عسكرية وتلقوا تدريبات على إعداد المتفجرات والألغام. وعندما عاد هؤلاء بالذات في المرحلة الثالثة من الثورة، عندما عاد هؤلاء كان واضح الفرق في العمل الجهادي الفلسطيني، لأنه في ناس مدربين أكثر، في عندهم يعني يشتغلوا عن علم، مش مجرد تطوع وحمية ورغبة في تحقيق الانتصار. وتطورت الأوضاع في فلسطين بشكل سريع بعد إعلان قرار التقسيم ولجوء المفتي إلى الحرم الشريف، فقد اشتدت المقاومة الشعبية، ووقعت خلال شهري أغسطس وأيلول 37 عدة اصطدامات بين العرب والأعداء، واتسعت الهجمات على المستعمرات الصهيونية وسكنات الجيش. ورغم ما يحدث على الأرض واصلت بريطانيا القمع والعمل على تقسيم فلسطين. ونظرا لأهمية لواء الجليل اللي قلنا قبل شوية بالنسبة إلى مشروع التقسيم، فإن الحكومة البريطانية عينت أندروز اللي هو أحد غلاة الاستعماريين حاكما للواء الجليل وأطلقت يده. واصل أندروز شغله، لكن المجاهدين اغتالوه في الناصرة يوم 26/9 مع مرافقه البريطاني. وفي اليوم التالي وقعت هجمات عنيفة على المستعمرات الصهيونية ورجال الجيش والشرطة. صعدت بريطانيا أعمالها العدوانية القمعية، ضاعفت بطشها، والفلسطينيين أيضا واصلوا مقاومتهم. بريطانيا أعلنت حالة الطوارئ، اعتقلت أعداد كبيرة جدا، وأعلنت في بيان رسمي أن الحاج أمين الحسيني هو المسؤول، واللجنة العربية أيضا هي المسؤولة عن هذا الأمر. الحاج أمين حسين اضطر في النهاية أن يغادر فلسطين وأن يذهب إلى لبنان، ومن هناك يعني اجتمع مع عدد من قيادات اللجنة العربية العليا، وتشكل في دمشق قاعدة لجمع التبرعات أيضا وجلب الأسلحة والإشراف على تدريب المقاتلين. ومن لبنان استطاع الحاج أمين الحسيني أن يعلن عن رفض التقسيم واستئناف الثورة. المحاضرة القادمة بنحكي عن المرحلة الثالثة إن شاء الله رب العالمين.